السلام عليكم، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ ياكم سيد حسين على ما بقول التعليم على الايفون. قبل ما نبتدي اضغط زر لايك واشترك في القناه، كنت ما اشترك فعل زر الجرس حق يصلك كل جديد. طبعا اليوم موضوعنا واجد ناس طلبته مني، واليوم جيت انا ابدا لكم، وهو عن طريقه شبك الايفون او الايباد على اي شاشه تلفاز عن طريق هذه القطعه فقط. طبعا هذه القطعه تحصلونها في المتاجر الالكترونيه مثل اي باي او علي اكسبرس، او احتمال تحصلونها في المتاجر الالكترونيه اللي موجوده عندكم في بلدكم. طبعا هذه الوصله هي عباره عن لايتنينج وصله اتش دي ام اي. طبعا ضروري انك تشتري هذه الوصله كيبل اتش دي ام اي اللي يجيبها الشكل وفتحتين نفس الشكل ما تشوفون. فياب يا شباب، وتحتاجون الايباد وتحتاجون تلفزيونكم اللي تشبكونها عليه. فيلا شباب ما طول عليكم، خليكم مع الانبوكسنج. طبعا مثل ما تشوفون يا شباب، هذه الوصلة تجي فيها منفذين، منفذ اللايتنينج ومنفذ الاتش دي ام اي بهالشكل، شفتونهم شباب؟ طبعا هذا المنفذ اللي هو منفذ الاتش دي ام اي راح تحصلونه موجود ايضا في التلفزيون مالكم. فيا شباب الحين نجيب وصلة الاتش دي ام اي اللي هي هذه، ونركب الوصلة الاتش دي ام اي في هذا المكان. شباب بعد تركيبنا الوصلة هذا، بإمكانك انك تتوصله بالتلفزيون، وهذا بإمكانك انك توصله مع الايباد او الايفون، وبتلاحظ ان الايباد بتظهر على شاشة التلفزيون. هذا في ايضا منفذ ثاني مثل ما تشوفون اللي هو منفذ اللايتنينج. طبعا هذا لو فرضا شبكته مع الايباد بهالشكل مثل ما تشوفون، لحظة بس اشبكه، شوفوا الركبة هني راح تنشبك كامل الوصلة، بس راح تلاقون هني منفذ ناقص. طبعا هذا المنفذ الناقص اذا كانت مثلا انت تبي تستعمل الايباد وهي على التلفاز مشبوكة، هذا المنفذ من خلاله تقدر تحط واير شحن الايباد اللي هو الطبيعي اللايتنينج التايب سي، هذا تحطه على هني وبعدين توصله بكيبل كهرباء او بورد كهرباء. فيا شباب خلونا نروح على التلفزيون ونشوف التجربة، هل الايباد راح تشتغل على التلفزيون او لا. طبعا نجد ما اقول لكم شباب انه لازم كيبل اللايتنينج اللي هو خاص بشحن الايفون يكون عندكم. طبعا هذه الوصلة مثل ما تشوفون هذا لازم يكون عندكم، لانه بدون كيبل اللايتنينج اللي هو مال شحن الايفون العادي الاصلي او هذا ما تشتغل عندك الوصلة، فلازم تركبه. طبعا في بعض الشاشات فيها منفذ يو اس بي علشان انك تركب من المنفذ هذا الى الشاشة فيها اليو اس بي، بس هذا اللي هو بعض الشاشات تكون ما فيها هذا مال يو اس بي. فانا اليوم عندي الشاشة ما فيها مال يو اس بي، فلازم نحتاج الى البلك ونركبها في منفذ خارجي علشان نقدر نشغل وصله. فاول شي نسوي شباب نركب اللي هو بعد ما ركب المنفذ الجديد، جي منفذ هذا منفذ الايفون او هذا شحن الايفون كابل، وتركبه هني. بعد ما تركبه فتحنا الوصله، خلاص وصلناها بالكامل مثل ما تشوفون. وبعدين تحتاجون بس ايبادكم علشان توصلون القطعه في الوصله. طبعا هاي الشيء الشرح حق لكم مو بس في الايباد، لجميع الاجهزه، اجهزه ابل. يعني رابط الوصله هذه راح احط لكم اياها في الوصف اذا حصلت لها رابط، وبارخص سعر راح احط لكم في الوصف. فيا شباب خلينا ننتقل للشاشه، وبس يا شباب خلينا ننتقل للشاشه. طبعا مثل ما تشوفون شباب هذه الشاشه فيها منفذ اليو اس بي والاتش دي، فما نحتاج الى البورت اللي هو اللي نركبه في الكهرباء، مجرد ان نجيب الوصله نحطها هني في الاتش دي مثل ما تشوفون، وبعدين نحط اللي هو مال اليو اس بي اللي يجي ويا واير الايفون نحطه فوق هني في اليو اس بي، وراح تشتغل لنا الوصله بدون البورت مال الكهرباء. طبعا مثل ما تشوفون جبت كابل اطول، والحين هذا راح امده وراح اركبه في نفس الشاشة. والحين بنركب الوصلة في الايباد. فيا شباب راح اقطع المقطع واركبها وارجع لكم.
اوكي شباب، شوفوا بعد ما ركبنا الوصلة مثل ما تشوفون الايباد ظهر على شاشة التلفاز، يعني الصراحة شي جدا ممتاز. بس طبعا الفيديو ما في صوت اساسا، الاعلام سجلنا ما ادري ليش، فالحين قاعد انا اسجل صوت، وهو حتى صوت الكتابة يطلع في الشاشة او على صوت التلفزيون. مثل ما تشوف شباب، ندش الابل ستور، كل شي شغال، نتحرك كل شي شغال، الوصلة جدا ممتازة شباب. فاذا حصلت لكم اليها رابط ان شاء الله راح احطها لكم في اسفل الفيديو. فبس يا شباب، طبعا بس يا شباب وصلنا للختام، لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة يا الاساطير. بس شباب، مع السلامة.